أيها الإخوة، في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم من العام العاشر للهجرة، في مثل أمس يوم عرفة، وقف محمد عليه الصلاة والسلام، وقف يعلن للدنيا إعلانين، إعلانين هامين كبيرين صادقين، ليس كإعلان حقوق الإنسان، إنها إعلانات كاذبة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان قتل الفلسطينيين، الإعلان العالمي لحقوق المرأة، وهم يقتلون المرأة في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق. إن محمد عليه الصلاة والسلام أعلن إعلانين، الإعلان الأول استكمل حكم طغيان الجاهلية، والإعلان الثاني استكمل بناء معالم الدولة الإسلامية الجديدة. هذان هو الإعلانان. إن محمد عليه الصلاة والسلام وقف في عرفات يقول للناس عن من استطعنا أن ندمر الجاهلية أشخاصها وقيمها. حكم عليه الصلاة والسلام طاغوت الشرك بالله، طاغوت العصبية، طاغوت الرقبة. يا إخوتنا، حكم محمد عليه الصلاة والسلام طاغوت التبعية. كان العرب قبل الإسلام متسولين عند الفرس والروم، يشحتون منهم التمر والبر والقمح.